السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل المهلبية الكريمة أو المحلبية. أنا كنت دقتها قبل كده في مكان كده، يعني لقيت طعمها حلو قوي، فلما قعدت أسأل يعني وكده فعرفت إن هي اسمها كده، فقلت لازم أعملها لكم. طعمها حلو جدا، هتعجبكم. طريقة مهلبية مختلفة مش تقليدية خالص، إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. أول حاجة بقى هنروح عند البوتاجاز كده عشان أقولكم نعمل إيه. دلوقتي رحت عند البوتاجاز بس ما ولعتوش ولا حاجه. الاول هدوب المكونات اللي عندي على البارد، وبعد كده هرفعها على النار، عشان لو عملتها وولعت البوتاجاز هتكلكع مني، فعشان كده هدوبها الاول على البارد. طيب انا هعمل ايه؟ انا عايزه هنا نص كوبايه سكر ونص كوبايه دقيق وربع كوباية نشا. تمام، نص كوباية سكر ونص كوباية دقيق وربع كوباية نشا. طب هحتاج ايه كمان؟ هحتاج لتر لبن، لتر كيلو لبن يعني. تمام، هقلب بقى خالص على راحتي كده لحد ما اتاكد ان كله داب، مفيش اي تكتلات. براحتك بقى يعني، خدي راحتك. انا عملت المكونات كلها مع بعض، بصي بقيت خلاص مفيش اي حاجه. دوبت السكر والدقيق والنشا كويس قوي، وبعد كده رفعتهم على النار، هبتدي اقلب فيهم لحد ما الخليط ده يتقل. في الاول علي النار وبعدين هدي لحد ما الخليط ده يتقل كويس. ادي شكل المهلبيه بعد ما استوت. بصي سمكها بقى عامل ازاي. قبل ما اطفي على النار انا حطيت كيس فانيليا، ظرف فانيليا واحد، عشان بس يديها ريحه حلوه. تمام، بصي سمكها بقى عامل ازاي. طيب دلوقتي انا عندي ايه؟ انا عندي هنا كيس كريم جانتي، ماشي، كيس شريعي هحطه كده عليها. الأول بالمضرب اليدوي وبعدين هشغل المضرب الكهرباء لمدة دقيقتين علشان بس أتأكد إن الحاجة كلها دخلت في بعضها. تمام، دلوقتي هستخدم المضرب. تمام، هي كده خلاص. تمام كده اتعملت. بصي بقت عامله ازاي، وكده المهلبيه بتاعتنا بقت جاهزه. هروح بقى احطها في اطباق او كاسات اللي انت عايزاه واجي اوريكي شكلها. وده شكلها بعد ما صبتها في الاطباق. هي طبعا حابه تحطيها في اطباق صغيره براحتك، حابه تحطيها في كاسات برضو اللي انت عاوزاه. طبعا تستني لما تبرد شوية وبعدين تزوقيها حسب ما انت عايزة، ممكن بالمكسرات، ممكن بوسط الهند، ممكن بالفاكهة المجففة اللي انت حباه. ان شاء الله تعجبك الطريقة. احنا النهاردة كنا بنعمل المهلبية الكريمة او المحلبية. ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم بإذن الله.
مستنية بقى تعليقاتكم، وإن شاء الله تعجبكم وبالهنا والشفا. لو عجبتك الطريقة اشتركي في قناتي واعملي لايك وشير للفيديو، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبالهنا والشفا.